قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وقال بعض السلف: لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل. جد بخيرك وفطر أكثر من 13,000 صائم يوميا، وكن باذلا وساهم في توزيع أكثر من 400,000 وجبة، وتذكر أنت في هذه الدنيا لكي تبني لك مكانا في الجنة. إذا شيخنا، طبعا هذا المقطع هو عن هذا المشروع، مشروع نعم. إفطار الصائمين نعم. ونحن نقول للناس أن يجودوا بخيرهم. أول شيء لا شك أن يعني حملة تفطير الصائمين من أعظم القربات التي يقدمها العبد لربه سبحانه وتعالى. قدم في جد بخيلك ما تستطيع من الجود، فرب الجود يحب من عبده الجود، وكلما جاد الإنسان في هذه الحياة فإنما يجود على نفسه، يجود على ماله، يجود على ولده، يجود على بيته، يجود على صحته، يجود على عافيته، يجود على ما يريد من خير الدنيا والآخرة من الأمنيات والعطايا والهبات والخيرات. بقدر ما تفطر وتعطي بقدر ما يعطيك المولى سبحانه وتعالى، وما نقص مال من صدقة كيف ذاك، وكيف يعني لا يكون الأجر عظيم وهو في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، المدينة التي أحبها الله فاختارها لنبيه، المدينة التي أحبها الله فاختار فيها موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة التي اصطفاها الله لنبيه وخليله وحبيبه، التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة لأهلها في مدها وصاعها. ولا شك إذا كان البركة في المد والصاع فلا شك أن البركة في الصدقات أيضا، وهذه صدقات في تفطير الصائمين. والإنسان بقدر ما يضع في الكبد الرطبة بقدر ما يوضع في كبده الرطبة من الصحة والعافية. كم من الأمراض شفيت، كم من الأكدار ذهبت، كم من الأحزان سافرت، كم من الأحوال تبدلت، كم من الأمور تغيرت بعد صدقة صادقة خرجت من قلب صادق. ربما ريال أو ريالين، يعني الإفطار الواحد ب15 ريال، لكن ربما لا تملك 15 فتقول أنا سأقدم 5، ولكن 5 مع 5 مع 5 أو ريال مع ريال مع ريال يفطر كثيرا من الصائمين. لا تحقرن من المعروف شيء، واعلم أنك لا تضع هذه الصدقة في هذا الحساب حتى تضعها في يد الله سبحانه وتعالى، والمؤمن في ظل صدقة يوم القيامة. فجد على نفسك، جد على أهلك، على بيتك، تفقد الأموات، تفقد المرضى على سرة البيضاء، تفقد أحوالك وأحوال من تحب بمثل هذه الصدقات المباركة. وما نقص مال من صدقة، واتقوا النار ولو بشق تمرة. فإذا كان الإنسان يتقي النار بحرها وسمومها وزقومها بشق تمرة، فما بالك بتفطير صائم. فأقبل يقبل الله عليك، وأنفق ينفق عليك، وجد يجود الله عليك. جزاك الله خير يا شيخ، وبالتأكيد فعلا يعني العطاء والبذل من نفس تحب الخير هو أول مفتاح للبعد عن الشح والبخل، وأيضا تعويد النفس على أنها تعطي وعلى أنها تقدم، واليد العليا خير من اليد السفلى.